أهلا بكم. مليونية الحسم شعار رفعه سكان المحافظات الجنوبية اليمنية إحياء للذكرى 51 لثورة 14 من أكتوبر تشرين الأول. اعتصام مفتوح حتى تتحقق المطالب، والمطالب هي الانفصال عن الشمال واستعادة الدولة التي كانت قائمة في الجنوب. انذار للحكومة في صنعاء أو يمهلها حتى نهاية الشهر المقبل لسحب جنودها وموظفيها من الجنوب. فما أسباب التصعيد من جانب الحراك الجنوبي وما هي تبعاته؟ الحراك الجنوبي يستغل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد يردد البعض. فما هي خيارات صنعاء وما هو موقف القوى اليمنية الأخرى؟ وماذا عن الموقف الإقليمي والدولي من تقسيم اليمن؟ هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة. أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي، أنا مكي هلال وأرحب بضيوفي. معنا من مدينة شيفيلد البريطانية السيد عبد السلام الحكيمي، رئيس المنتدى الاجتماعي الديمقراطي في اليمن وعضو مجلس الرئاسة الانتقالي. وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور رياض ياسين، عضو لجنة الحوار الوطني اليمني، والأستاذ علي نعمان المصفري، الناشط وأحد مؤسسي الحراك الجنوبي في اليمن. أهلا بكما. أبدأ نقاشنا من هنا من الأستوديو. أبدأ معك دكتور رياض، لو أردنا أن نبدأ بتوطية لماذا وصلنا إلى هذه المطالب للحراك الجنوبي، ما الذي أدى لكل هذه المطالب بالانفصال هكذا مرة واحدة؟ ما قام به الحوثيون، هشاشة الدولة، ضبابية الفترة الانتقالية، ماذا بالضبط؟ لا، الذي أدى إلى الوصول لهذه المرحلة هو حرب 94 وما تلاه. منذ حرب 94 والوضع في الجنوب يتدهور باستمرار، ثم أن هناك يعني كثير من الأمور التي حصلت خلال تلك الفترة التي جعلت الجنوبيون في 2007 يبدأون الحراك الجنوبي المسلح أو السلمي. هذه الأمور كلها كانت على التوالي متتالية، بحيث لغاية ما جاء الحوار الوطني الشامل والذي من خلاله تم إقرار أن تكون هناك 6 أقاليم للدولة، وبذلك الدولة الفيدرالية. الدولة الفيدرالية، وبذلك انتهت فعليا كنظام سياسي قائم ما يسمى بالجمهورية اليمنية. نعم. اعتقد اننا الان يجب يعني الوحدة الاندماجية ضربت من حينها. من حينها خلاص الوحدة الاندماجية، وتم إقرار ذلك من خلال إقرار مبدأ الأقاليم الستة. نعم. وذلك يعتبر ان مسألة الجمهورية اليمنية او الوحدة بين شطرين قد انتهت. نحن الآن في مرحلة جديدة وهي مرحلة الحوار الوطني الشامل، والذي أعتقد على الجميع يدرك بأنه هو الذي يمكن أن يعيد نوعية جديدة من النظام السياسي اليمني الذي يمكن البناء عليه بشكل إيجابي. أما المطالبة بالعودة إلى ما كان سابقا فلم تكن ما كان سابقا قبل الوحدة بذلك النظام النموذجي الذي يمكن العودة إليه. نعم. ولم تكن أيضا فترة الجمهورية اليمنية ما قبل الشعبية الديمقراطية، الديمقراطية. نعم. ولا الجمهورية العبانية بتلك الأنظمة النموذجية التي يمكننا التطلع إليها أو العودة إلى الماضي. نحن الآن يجب أن نرى الأمور بنظرة مستقبلية، نظرة تفاؤلية، وإلا ننقر إلى هذا الانقرار الماضي لأنه له تبعات. نعم. خطيرة جدا، قد تربك المشهد بالكامل. نعم. وتحول اليمن إلى أرض معركة غير هذه استمر. قراءتك دكتور رياض، أخذ قراءة أخرى من الأستاذ علي ضيفنا هنا أيضا في الأستوديو، توافق على هذه القراءة أيضا؟ ماذا عن الأسباب المباشرة؟ يقول البعض ما قام به الحوثيون، هشاشة الدولة، ضعف قبضتها الأمنية، جعل الجنوبيين يطالبون بالانفصال في النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لي طبعا موقف آخر مخالف تماما
نحن منذ 67 كنا في اختطاف أو في احتلال داخلي داخل الجنوب العربي. احتلال يمني يمني احتلال جنوبي من قبل الجبهة القومية حينه في النظام الشمولي الذي صار حتى 22 مايو سلمونا إلى اليمن الإمامي العسكري القبلي. دولة الإمامية. الدولة الإمامية للنظام علي عبد الله صالح، وأصبحنا من 7 يوليو 1994 نحن محتلين. إذا انتهت نظام علي عبد الله صالح، بقينا تحت الاحتلال عبد ربه منصور الهادي. عبد ربه منصور الهادي جنوبي، كيف تقول لي هو احتلال جنوبي؟ هو يمني، هو هويته يمنية. هو كان هو جنوبي وليس جنوبي عربي، يؤمن يعني اسمه جنوبي ولكنه في سلوكه وفي موقفه السياسي يمني. نعم. إذا نحن ووضعونا تحت الاستمرارية أو الامتداد للاحتلال اليمني. الآن انتهت الدولة في صنعاء، لم يبقى هنالك شيء غير عبارة عن ميليشيات هنا وهناك، فبالتالي يعني نجهز عليها. انتهت في صنعاء، نكمل عليها في الجنوب. هذا هو المنطق. الجنوب نحن لم نستجدي أحد، نحن نبحث عن وطن منذ 30 نوفمبر 67، ومنذ أن وقعنا تحت الاحتلال اليمني نحن نبحث الآن عن وطننا، الوطن الذي يعيش فينا، نحن نريد أن نخرج يعني إليه. يعني أنت لست يمنيا عفوا؟ نحن لا. هويتك ليست يمنية؟ أنا هويتي جنوب عربي. جنوب عربي. أنا لست يمني. لست يمني، أنا جنوبي عربي أب عن جد، وحتى العرب سموه البحر العربي ولم يسموه البحر اليمني. أنا منذ أن عرفت التاريخ يماني يقال من قبل. لا، أنا جنوبي عربي. لا يمكن ابدا. وهذا التاريخ أن نغرق وأنظر في الهويات وسؤال وأنظر الهويه. انت وثيقه الاستقلال هويتي. نعم. ليست يمنيه. كانت هناك وحده واتفاقيه، كانت وحده وليس نحن واندماجيه، مش حتى فيدراليه. لم نوقعها، ليس بمشاركتنا نحن كشعب في الجنوب. نحن في علي سالم البيض لم يكن نائبا للرئيس ووقع الشمولي في الكويت. وقعها بدون الرجوع لشعب الجنوب العربي، لم يوقعها. ذهبوا الى صنعاء بخياراتهم هم، بخياراتهم فقط في الحزب الاشتراكي. نعم. ولم ابدا يستشيروا شعب الجنوب. ولهذا نحن الان ما نعمله في الجنوب هو ليس انفصال، ولكن ان نصحح التاريخ ونعيد الوطن الى اصله، نعيد البيئه السياسيه الى مجراها الاساسي. نحن لم نستجدي اي احد، ولا يهمنا حتى في صنعاء عمليه المحاصصه في السلطه أو من يحضر يكون وزير أو رئيس أو رئيس وزراء. لكن عفوا اسمح لي بأن أسألك هنا، الدولة في الجنوب الديمقراطية الشعبية وفي الشمال وجدت في سياق الحرب الباردة، وأنت تعرف هذا جيد جدا. لا هذا سبب دولي أيضا، سنناقش هذا فيما بعد. الآن الظرفية تغيرت تماما، ولم يعد هناك إلا من قطب واحد يسير العالم. الظرفية تغيرت والمعسكران أستاذي العزيز. لا تفضل. نحن لم نكن نتاج للحرب الباردة، نحن منذ الأزل في جنوب شبه الجزيرة العربية. هناك كل كانت قبائل وسلطنات ومشايخ والآخر، ولكن كنا نحن بهويتنا الوطنية تسمى الجنوب العربي. لم يكن اشتراكيا الحكم هناك، تقول لي مش معسكر اشتراكي. في 30 نوفمبر 67 زي كوريا الجنوبية والشمالية. في 30 نوفمبر 67 وقعت بريطانيا، لا يمكن إنكاره. في 30 نوفمبر 67 وقعت بريطانيا اتفاق محضر للاستقلال. نعم. مع الجبهة القومية، ولم يتم حتى هذه اللحظة توقيع وثيقة الاستقلال التي أقرت في 5 ديسمبر 1963، والتي كانت تقضي باستقلال الجنوب العربي وليس الجنوب اليمني. ولهذا كان هناك في تحايل، وكان هناك التفاف، وتحت الطاولة خرج الكواليس. أنت تورد أحكام التاريخ، لا يجب أن ننسى أحكام الجغرافيا. لا، هذا ليس التاريخ الآن. الجوار، أحكام الجغرافيا، اللهجة نفسها والعادات نفسها. أستاذي العزيز، أنت تنسى لهذا السبب نحن الآن ندفع ضرائب، نحن الآن نلتحف السماء الأرض والأرض نفترشها كل يوم، وسط الموت نعذب نقتل كل يوم. لماذا؟ هل من حقنا نحن أن نكون ثاني أشهر ميناء في العالم بعد نيويورك؟ سنناقش فيما بعد. والآن نعود إلى شيخ القبيلة والسجن القبيلة. هل هناك أصلا مقومات الدولة في الجنوب حتى سيسمح الجوار الإقليمي بذلك؟ ولمعلوميتك بدأت الدولة ولم تتمرد الديمقراطية. سنصل. لا، خليني أدير الحوار. لم تتمرد الديمقراطية إلا لبلدين في العالم. هي عدن في الجنوب العربي والهند فقط. وأول دولة بذورها بنيت في الوطن العربي
بالدولة مع مصر. والله أنت تثري معلوماتي عن الديمقراطية في العالم العربي للأمانة. شكرا أستاذ علي، سأعود إليك ومنحك فرصة أخرى. دعونا نأخذ قراءة أيضا من أستاذ الحكيمي عبد الله سلام الحكيمي من مدينة شفل. لدينا قراءتان في الاستوديو، إلى أيهما تميل أنت؟ وما الذي أدى بالجنوبيين لتصعيد المطالب وحتى المليونية سموها مليونية الحسم؟ البعض يقول لهم الحق في ذلك، وقد الدولة المركزية فاشلة أو هي في طريقها للفشل. لماذا نبقى أنا مع الفاشلين؟ في البداية تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام. شكرا. الجانب هذه المطالب ليست وليدة اليوم، ولكنها مطالب لقوى جنوبية كانت منذ ما بعد الوحدة. نعم. والمشكلة لم تتولد اليوم، وإنما تولدت لعدة أسباب، أهمها أن الصيغة التي أعلنت فيها دولة الوحدة لم تكن صيغة صحيحة، وكانت صيغة مقلوبة، يعني بمعنى أنه كانت بناء فوقيا، هيمنة الشمال على الجنوب يعني؟ لا، صيغة الدولة، بناء الدولة، كان المفترض أن يتم بناء دولة الوحدة ابتداء من القاعدة أفقيا، الوزارات، المؤسسات، السلطات، ثم يأتي التتويج. نعم. الفوقي الأخير هو إعلان قيام الدولة بسلطاتها الرئاسية، لكن اللي حصل هو العكس. ظلت الدولتين قائمتين، وأعلن فوقيا أن دولة للوحدة قامت. نعم. هذا أول الأخطاء اللي ارتكبت، وهو خطأ فادح. الثاني أنه العقلية التآمرية التي أقيمت على أساسها دولة الوحدة، أنه كان طرف الشمال يتآمر منذ ما قبل إعلان دولة الوحدة على تصفية الطرف الآخر، وهذه حقيقة تاريخية لابد أن نعترف بدليل أن سالم البيض في المنفى خارج اليمن. نعم. أغلبهم. يعني هذه العقلية التآمرية كانت قائمة على أساس تصفية الشريك. نعم. النقطة الثالثة، عملية الاغتيالات التي مورست ضد كوادر الحزب الاشتراكي، وهو الشريك الآخر للوحدة. نعم. منذ ما قبل حرب 94، هذه الأخطاء كلها أوجدت لدى الأخوة في الجنوب عقدة من مسألة الوحدة، وأنه إذا كانت الوحدة هي هكذا فلا نريد وحدة. بالتالي نحن نقول بأنه الحل الوحيد للقضية الجنوبية، ليس من حق أحد أن يقول بأنه يريد أن يستعيد دولة الجنوب، لكن أو يريد الانفصال. سيد عبد السلام، أليس لدى الجنوبيين أيضا التزامات الحوار الوطني التي وقع عليها، أو شق من الحراك الجنوبي وقع عليها، وهناك حتى قرار دولي بتسليط عقوبات على من يعيق هذه المقررات، مقررات الحوار الوطني؟ هناك مبادرة خليجية ترعاها أطراف دولية، الأمم المتحدة لاعب رئيسي في اليمن الآن، هناك التزامات أيضا يجب النظر إليها. ولكن صاحب الحق الشرعي الوحيد هو شعب الجنوب. نحن نقول بأنه لسنا مع الانفصال ولسنا مع الوحدة القسرية، ولكن نحن نريد أن نستفتي شعب الجنوب، ما الذي يريده؟ هل يريد دولة البقاء في دولة اتحادية؟ فليكن. أو يريد استعادة دولته؟ فليكن. ولكل حادث حديث. لكن الآن كل يدعي تمثيله للجنوب، وكل يقول أن هذا هو رأي الجنوب، دون أن يقرر أحد أن يعود إلى قراءة أخرى حتى نربط الماضي بالحاضر. أستاذ عبد الله، هناك من يقول أن ما قام به الحوثيون مؤخرا فتح أبواب الانفصال، وفتح شهية الجنوبيين للانفصال، رغم أن الأمر قديم كما يؤكد على ذلك السلام. هذا صحيح، ويتكلم كيمني. نعم، يتكلم كيمني هو. نعم، أسمع منه الإجابة وأعود إليك. ما قام به الحوثيون مؤخرا والهيمنة على صنعاء والتمدد إلى محافظات أخرى وحتى في الحديدة، وظهور القاعدة وسيطرتها على مناطق في إب، ساهم في هذه النزعة الاستقلالية؟ لا، أنا لا أعتقد هذا، لأن تحرك الحوثيين في الحقيقة يجب أن نعيد توصيفه بشكل دقيق. فإن ما حدث بالنسبة للحوثيين هو السيطرة على صنعاء وحجة وإب وذمار والحديدة وإب أخيرا. نعم. هذا كانت بناء على اتفاق بين أنصار الله وما بين السلطات. يعني ما سلطات من؟ ياسر عبد ربه من النظام القديم؟ لا، أنا أعتقد أن الذي يحصل هو اتفاق ما بين أنصار الله وقيادة الجيش. لأن هذه القوتين مستهدفتين من القوى الإرهابية التي تعيث في الأرض فسادا، وأعتقد بأن الطرفين لهم مصلحة في التحالف لمواجهة الإرهابيين، لأنه كلا القوتين مستهدفتين من الإرهابيين. الأنصار الله مستهدفين مذهبيا وطائفيا، والجيش كما ترى أعمال الاغتيالات تقصد يعني من القاعدة أو أنصار الشريعة كما يفضلون أن يسموا أنفسهم، هؤلاء تقصدون من سميتهم بالإرهابيين؟
الإرهابيين هم القاعدة وأخواتها وأنصار الشريعة وجيش عدن أبيان وكثير من السلفية الجهادية. هذه كلها الحقيقة قوى تستهدف إدخال البلد في دوامة من العنف والفوضى. وهو والمتضررين الرئيسيين هم أنصار الله وقيادة الجيش، ولهذا هم الآن في اتفاق بالتوافق مع الدولة. لا نستطيع أن نقول إن ما يعمله الحوثيين انقلاب أو أنه يريد أن يسيطر على الشمال، لا، هذه تتم بالتوافق واتفاقيات بين السلطات الحاكمة. هذه قراءتك، سننظر في قراءة أخرى. دكتور رياض أيضا توافق على هذا الأمر أن عناصر من الدولة، الجيش، سلطة مركزية في الدولة تتواطى مع من يسيء لهيبة الدولة ويضعف قبضة الدولة المركزية في صنعاء؟ يبدو الأمر غريبا. لا لا لا، ليس كذلك. الذي من يتعاون مع الحوثيين هم أتباع الرئيس السابق عبد الله صالح، وهذه حقيقة، سواء كانت في بداية تجمعاتهم في مداخل صنعاء عندما شاركهم كثير من المسؤولين الذين كانوا في النظام علي عبد الله صالح. هذا شيء واحد. الشيء الثاني، لا زالت هناك كثير من التناسق السياسي حتى في رفض رئيس الوزراء المرشح الدكتور أحمد عوض. كان بالتنسيق ما بين المؤتمر الشعبي العام والحوثيين، هم الذين رفضوا هذه المسألة من أول وهلة، والذين بدأوا تصعيدا في الموقف أدى إلى ما يحدث الآن تباعا. هذه مسألة. المسألة الثانية، هناك مخطط انقلابي واضح من قبل الرئيس السابق، يريد فيه علي عبد الله صالح، يريد فيه العودة إلى السلطة، ليس بشخصه ولكن بمن حواليه وأبنائه وما شابه ذلك. يعني بعثرت كل الأوراق اليمنية لفتح باب أو فجوة يدخل منها. بالضبط، فجوة يدخل منها، وهذه أمر أصبح الآن جليا واضحا للجميع. هذه قراءتك. أستاذ علي، أيضا وددت أن أخذ منك في موضوع الحوثيين ربطا للماضي بالحاضر والآن. الآن ما حدث، هل له علاقة بمطالب الحراك الجنوبي؟ لا، ما له علاقة. انسى جنوبيتك الآن. إذا أردنا أن نقرأ. الحوثيين أجمل شيء عملوه كسروا قرون الفساد، كسروا هيبة الدولة أيضا. بغض النظر، نحن بالنسبة لنا الجنوب، المركزية في صنعاء، بالنسبة لنا الجنوب لا يعنينا هذا الأمر، لأنه هذا موضوع يمني خاص بهم داخليا. ما يهمنا نحن الآن نصحح الأخطاء. يعني نحن كنا ضحية، نحن كنا ضحية منذ 22 مايو. نتجاوز عن منطق المظلومية والضحية. هو الأساس. نحن نحلل الآن سياسة الماضي، ليس عواطف. أستاذ العزيز، الماضي هو أساس الحاضر. 22 مايو باعونا إلى اليمن. في 7 يوليو احتلنا اليمن، نظام اليمني علي عبد الله صالح. الآن كل هذه الزوبعة وكل هذه المسرحية لماذا؟ لا مسؤولية للحوثيين إذا، ولا من قريب ولا من بعيد. لم يفتحوا الأبواب لمطالب الانفصال، هم في الشمال وأنتم في الجنوب. هناك تلاقي مصالح معهم؟ لا، ما نحن لا نلتقي معهم سوى في مصلحة. هناك واحدة. من يقول أن قيادات حوثية واحدة أرادت أن تشارك في مليونية الحسم ولم رفض ربما طلبها. مش قصة يرفض الحوثي أو لا. نحن الآن نتعامل مع الأخوة في اليمن الشقيق كجيران، ليس إلا. ليس أكثر. واحد. اثنين، قضية حوثية يمنية، علي عبد الله صالح وأعوانه وأسلافه، عبد رب منصور أو الأعوان أو أي جنوبي يذهب إلى صنعاء، فهذه مسألة خاصة بهم. نحن فقط كنا ضحية نقول. ولهذا حتى مسرحية الحوار الوطني والمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، لسبب واحد. قيادات من الحراك الجنوبي شاركوا فيه. هذه قيادات ديكورية لا أي علاقة. حتى الأخ عبد الله سلام الحكيمي عندما يتحدث، يتحدث بنفس قلبه مع الجنوب وسيفه مع معاوية. أنا أقول بالتالي، كل واحد يمني يتكلم عن اليمن لا يتكلم عن الجنوب العربي. دعني بسرعة، وبالتالي لحظة، حتى الدكتور رياض إذا كان هو عضو الحوار الوطني ويريد أن يستمر فليذهب إلى صنعاء، ولكن لا لهم علاقة بشأن الجنوب. يعني خلاص، الجنوب يقرر شعبه. جيراننا تقول لي، كأنكم فصلتم منتهى الأمر. نعم دكتور رياض، بإيجاز. بإيجاز. المشكلة القائمة الحقيقية الآن أن أولئك الذين ذهبوا إلى الوحدة وهرولوا إليها وورطوا اليمنيين الجنوبيين في هذه الوحدة، هم أولئك نفس الأشخاص ونفس الأشكال التي الآن تريد أن تقودنا إلى انفصال وبهرولة. مستحيل. سنقلب منطق الهرولة والتسرع. دعني الآن، ليس هم قادة إلى الأمر، إلى التاريخ. لا، أرجوك غير رجاء. هنا قيادة شابة الآن تحت الأرض
موجودة في الأرض وهي التي سوف تحقق النظر. أستاذ علي دعني أخذ رأيا من الحوثيين، هم معنيون بهذا النقاش بشكل أو بآخر، لنتعرف على موقف الحوثيين من مسألة انفصال الجنوب ودور لهم فيه مفترض. ربما ينضم إلينا عبر الهاتف من صنعاء محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لأنصار الله الحوثي. أستاذ محمد، أسألك، أنتم متهمون بأنكم فتحتم الأبواب والشهية واسعة للانفصال، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشيء غير صحيح، لأن الأسباب التي دفعت الكثير من الجنوب إلى مطالبة ارتباط بعض دولتهم هي نتيجة للممارسات الخاطئة للنظام السابق، وأيضا للنظام الحالي الذي لا زال انحدادا للنظام السابق. فعلى سبيل المثال، الرئيس ثاني كان أحد المشاركين ضد الجنوب وإخفاء شركاء الوحدة الجنوبية بالنسبة لنا في أنصار الله. أستاذ محمد، تبقى معنا، سنحاول أن نؤمن نوعية أكثر قابلية للاستماع من صوتك ونعود إليك لنتصل فيما بعد، عذرا على ذلك لأنه حتى كلامك لم يعد مفهوما بسبب تعطل ربما سبل الاتصال صوتيا بك من اليمن. أعود إلى نقاشنا هنا ريثما يؤمن الزملاء ذلك بجودة صوت أفضل. أستاذ عبد الله في 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 شيفيلد، إذا تقدمنا قليلا الآن، مسؤولية الحكومة، رئيس حكومة يرفض، رئيس حكومة جديد البحاح، مسؤولية عبد ربه منصور هادي وهو جنوبي اصلا، مسؤوليه الدوله، هل توافق على من يقول انه طول الفتره الانتقاليه ضبابيتها، ضعف الدوله المركزيه ساهمت ايضا مع الاسباب التي ذكرت؟ يعني هو عده عوامل الحقيقه ساهمت في تصعيد وليس ايجاد الحاله التي يعيشها اخواننا في الجنوب. ونحن الحقيقه منذ ما بعد حرب 94 نبهنا إلى خطورة الصيغة الخاطئة التي أقيمت بها دولة الوحدة والنتائج الكارثية لحرب 94. هذه كلها أعتقد، حتى لا نغرق كثيرا أستاذ عبد الله في تفاصيل الماضي و94 و90 وحتى 63، دعنا مع 2014 الآن وهنا في اليمن، ما هي الخيارات المتاحة أمام السلطة الدولة في صنعاء، أمام البحاح وأمام الرئيس منصور عبد ربه منصور هادي أيضا، ماذا يمكنه أن يفعل الآن أمام الجنوب وأمام الحوثيين؟ أمام الجنوب الحقيقة الطريقة التي تدار فيها قضية الجنوب في الوقت الراهن هي أكثر كارثية من صيغة الوحدة الخاطئة اللي تمت في الماضي. كيف ذلك؟ لأنه ما هو قائم اليوم أنهم يريدوا أن يبنوا دولة على أساس نوع من التمييز المناطقي الطائفي، يقوم على أساس محاصصة، أنه مناصفة الوظائف السياسية المدنية والعسكرية والقضائية وإلى آخره، يعني نصف للجنوب ونصف للشمال. لكن طبعا تم إقرار نظام الأقاليم الستة عفوا، هذا في حد ذاته غير كافي أو غير قابل للتنفيذ؟ لا لا، بغض النظر عن الأقاليم، الصيغة الفيدرالية الاتحادية هي حل لتهميش مكون من المكونات أو مكونات معينة، وهذا كانت تكفي. لكن عندما يعني تقدم رشاوى للجنوب لكي يقبل بالبقاء في الوحدة رغم من عن إرادته، بأنه يعطى يعني امتيازات في لا تعطى إلا في الدول الأبرتهايد، الدول التمييز العنصري، هذا سيقود إلى كارثة أكبر. واضح. وسيقود إلى حرب أهلية أكثر مأساوية من رأيك. واضح دكتور رياض، قراءتك أنت، ماذا من سيناريوهات متاحة أمام صنعاء أن تفعل؟ الاندماجية تنتقد، الأقاليم والفيدرالية تنتقد، ماذا يمكن أن تفعل الحكومة؟ لا، هو ليس إلا هناك سيناريو واحد ويجب أن يتعاون فيه اليمنيين. هناك الحوار الوطني الذي مثل القطار في قيادة واحدة برئاسة الرئيس عبد الربو منصور هادي، ثم هناك ست عربات على اليمنيين أن يلتحقوا بهذه الست العربات وأن يسير القطار حتى على كل. هناك من يستعير عبارة الرئيس السابق ويقول فاتكم القطار وفات القطار ولا يمكن اللحاق به. على كل مضطر أن أقاطعك، سنذهب إلى فاصل، سنذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لمتابعة نقاشنا هذا عن الشأن اليمني، فابقوا معنا. النساء هم من يناقشون هذه المواضيع لأن النظرة السائدة
لما يجيب ضيف نسائي يحكي على مشاكل المرأة، بالضبط شيء جميل أنه ممكن مجموعة تناقش مواضيع مهمة جدا للمجتمع، وأنت تطرحي وجهات نظر مختلفة من نساء، لأنه إحنا كمان عندنا صوت وعندنا آراء يعني بغير الطبق. دنيانا على شاشة بي بي سي. أهلا بكم من جديد نستأذن في نقاشنا هذا. دكتور رياض، كنت تعلق على فكرة الخيارات المتاحة أمام السلطة المركزية في صنعاء، واضطررت لمقاطعتك الفاصل عذرا مرة أخرى. تفضل واصل ما بدأت به. ماذا يمكن أن يفعل عبد ربه منصور هادي والبحة؟ حاليا هناك التزام إقليمي ودولي بدعم مخرجات الحوار الوطني وتنفيذه على الواقع الأرض. هذا الواقع الأرض غير ذلك. لا بالضبط، هذا هو يعني دليل على صحة الخيار الوطني باتباع الحوار الوطني. ليس هناك بديل آخر، ومن يريد أن يقفز من هذا القطار أو أن يحط جسمه كضحية للقطار أو أن يكسر السكة فهذا شأنه في الأخير. لكن يا سيدي هناك من يقول في الأخير ما في القطار ولا قضبان. نلاحظ الآن أن كثير من الشخصيات السياسية السابقة والمناضلين السابقين وما شابه ذلك يريدون هذه البهرجة والقفزة والهرولة نحو إعلان الانفصال، مثل أولئك الذين يستخدمون العنف في فوضى السياسي. لكن سيدي الكريم، أعلنت مهلة، وحتى شركات النفط الأجنبية ومهلة، ماذا بعد يعني المهلة؟ أي لكن وماذا بعد ذلك؟ هذا السؤال الذي لم يسأله أي أحد. وماذا بعد ذلك؟ أستاذ علي قادر أن يجيبنا على هذا. ماذا بعد هذه المهلة؟ ستمضي قريبا. يتحدث عن وهم وخلف التاريخ. كيف ذلك؟ لا يدري بشيء بالواقع. الواقع يتحدث عن بادرة خليجية انتهت، وحتى نفسهم اللي سنوا المبادرة وقالوا المبادرة قالوا انتهت الخليج. أيوة، لكن الجوار السعودي لن ينتهي بحكم الجغرافيا، وهل يقبل بذلك؟ أستاذ العزيز، حتى اتفاق السلم والشراكة اللي يقولوا عليه الوطني مع الحوثيين، نعم، هذا هو نسف كل شيء أيضا. وحتى أن الرئيس حقه اللي يقول عليه بلا قضبان ولا معه قطار داخل صنعاء، هو أيضا بنفسه قال هذا انقلاب وهذه مؤامرة، ونوقعه مستشار يقول وقعنا بالقوة، مضطرين وقعوا مع الحوثيين. هو السلم والشراكة بالقوة، وهو يعرف ويدرك ذلك، من أن عبد رب الآن هو رهينة داخل صنعاء، هو ليس رئيس. رهينة لمن عفوا؟ رهينة للواقع الموجود داخل صنعاء، يتحدث هو مفروض يتكلم عليه. صنعاء يا أستاذي لم يوجد فيها دولة، أنتهت كل شيء، الدولة اللي يسموها. لكن واقع الانفصال سيكون خطيرا على الجنوبيين أيضا. من قال لك نحن نعطي؟ هل سيقبل الخليج والسعودية؟ نحن بدولة، نحن كنا بدولة بدون الأخوة في اليمن. تعيشون في المريخ يعني؟ نحن على الأرض يا أخي. لا، على الأرض يعني هناك جيران. من قال لك؟ هناك جيران خليجيون. هل سيقبل الجيران في الخليج والقوات الدولية؟ لا نذهب إليهم. لحظة، لا تغرب أفران. لا نذهب إليهم هناك من أجل أن نغزي صنعاء ونحتل صنعاء. ذهبوا بنا جماعة، والأستاذ عبد الله الحكيمي محق في هذا، أنه ذهبوا بنا بعنوة إلى صنعاء، سلمونا إلى سجن الشيخ عقرية ما قبل الدولة. لا توجد دولة في صنعاء، كانت أجهزة، انتهت الأجهزة بذهاب علي عبد الله صالح. الآن اللي موجود داخل صنعاء لا شيء، nothing.
نحن الآن وقعنا تحت احتلال، الآن نحن نعيد إلى بيئتنا السياسية. الدولة التي تحدث عليها موجودة عندنا دولة، ولا زالت الكوادر موجودة من المهرة إلى باب المندب في كل مختلف المجالات. يعني مقومات الدولة موجودة اقتصادياً؟ دولة موجودة، يعني ممكن نعلن على 22 وزارة، 22 وزارة، وأنا مسؤول عن كلامي هذا، في لحظة تاريخية، ونستطيع أن نبني الجنوب ونعيد إلى التاريخ الإنساني بعد ما اختطف، بعد ما خرجونا وخلونا الآن. هذا على الورق، هذا في الداخل، لكن كيف ستعملون مع المحيط الخارجي؟ المحيط الخارجي، المحيط الخارجي، هم يعرفوا، هم سيعترفون بكم أصلا. بالضبط، نحن لحظة، عندما كانت دولة الجنوب وهم يعرفوا الأخوة في الخليج، من أن الحزام الأمني لأمنهم القومي وبعدهم الاستراتيجي القومي الأمني القومي حتى بالنسبة لمصر والدول العربية مختلف. كان هناك عدم انحياز، كان هناك عبد الناصر، كان المشهد، كان هناك حرب باردة، المشهد مختلف نهائيا. من قال لك؟ من قال لك هذا الكلام؟ نحن نعيش زمن القطبية الواحدة الآن، لم يعد كما كان المشهد. أسأل أنت الأخوة في السعودية وفي دول الخليج، هم يعرفون جيدا من أن دولة الجنوب القادمة هي سوف تكون السكيورتي، هي الآمن، هي الحزام الذي يمكن أن تنهي القاعدة، تنهي الإرهاب، تنهي القرصنة في البحر العربي والخليج عدن، تنهي الحل كل السحري. يعني استقلال الجنوب هو الحل السحري يا عزيزي، الذي سينهي كل آلام اليمن سحرية. السعيد، نحن ما نستجدي أحد الآن. نحن موجودين على الأرض، من يريد أن يتفاهم يأتي إلينا. نحن بدأنا بشيء سلمي، ثورة سلمية، وسنستمر فيها، ولكن نحذر أيضا بالمقابل من أن هذه المليونيات 14 اللي خرجت هي قالت فقط الآن الأخوة في الخليج وفي الأقليم وفي مجلس المجتمع الدولي، عليكم أن تدركوا شيئا. لماذا كل هذا العذاب؟ نحن نستطيع أن ننهي هذا العذاب. يعني الجنوب هو الجدار الفصل مع الحوثيين، مع القاعدة، مع كل الشرور الممكنة، هكذا يتردد هذا السيناريو البعض يريده. لا تدخلون القاعدة، لا تحتكر كل الكلام، عفوا دعني أصرف الحديث بين الناس في هذا الحوار. اتفضل، هذا شغلي. عفوا أستاذ علي، أستاذ عبد الله في شيفيلد، لو سمحت لي أريد أن أخذ منك رأيك في هذه القراءة التي يرددها البعض. حتى الرياض يمكن أن ترحب بالجنوب صمام أمان وجدار صد ربما ضد الحوثيين وضد القاعدة وكل الشرور الممكنة التي ستأتي من اليمن. ما رأيك في هذا؟ والله في الحقيقة يا سيدي، أن الذي يمثل شعب الجنوب هو شعب الجنوب نفسه، وبالتالي سنظل نحرث في البحر إذا لم نعطي شعب الجنوب حق تقليل بصير. الآن مررنا للدور الإقليمي حتى نتقدم في النقاش، وأسألك في صميم هذا. سأدخل عليها الآن. يعني فبالتالي حق تقليل مصير يختار أما وحدة ولا انفصال. نحن مش أقليين، نحن عشان نأخذ تقليل مصير يا أخي. يعني نحن مش أقليين يا أستاذ عبد الله. أستاذ، نحن شعب الأرض يا أخي. وبالتالي لم يقاطعك هو، تفضل أستاذ. المحيط الإقليمي، المحيط الإقليمي عادة ما يستجيب لحقائق الواقع اللي في الميدان، فإذا ما وجد شعب الجنوب في معظمه يريد أن ينفصل لن يقف ضد إرادة شعب الجنوب، ولهذا نحن نقول بأنه الحل هو، لأنه لا أحد يملك الشجاعة. دائما تعود إلى نفس النقطة، أهل الجنوب هم من يقررون مصيرهم، هذه الاختلاف عليها. أسألك عن السعودية، عن الإمارات، عن دول وازنة في الخليج، هل ستقبل بهذا الانفصال؟ لأنه هذا قد يشجع حركات انفصالية أخرى. الحوثيين في الشمال يقولك احنا أيضا ننفصل بسعد أو بولاية أخرى. ألم تكن اليمن دولتين من قبل، وكانت الأمور ماشية بدون أي مشاكل؟ يعني لكن الواقع تغير الآن. صحيح، يعني تحصل، لكن أحيانا قد يكون الانفصال هو مهدئ للمشاكل، قد يكون الانفصال هو حل الإشكاليات القائمة في المنطقة. يعني قراءة أن الرياض قد تدعم هذا الانفصال واردة أم تستبعدها أنت؟ أنا أعتقد، ما أدري ما هي رأي السعودية، ولكن أعتقد أن السعودية ودول الخليج وغيره سوف يتجاوبوا مع ما يريده شعب الجنوب. شعب الجنوب هو الذي يقول للآخرين ماذا يريد. نعم أستاذ دكتور رياض، بإيجاز أو بإيجاز سريع، أولا بإيجاز سريع في هذه النقطة. بالضبط، أولا يجب أن نقلب حقائق الجغرافية والتاريخ. هذا شيء يعني واضح. الشيء الثاني، دائما كان هناك في وجود شطرين، كانت هناك حروب. أكثر من ثلاث حروب. بالإضافة إلى أنه ما حصل خلال فترة العشرين سنة الماضية هذه. مشكلة اليمن هي مشكلة وجود نظام سياسي استحوذ على القوة وسيطر عليها لمدة 30 سنة دون أن يدع لبناء أي مؤسسات للدولة. ما ننظر إليه الآن وما ينظر إليه الرئيس والمجتمع الدولي والإقليمي
هو كيفية إعادة بناء مؤسسات الدولة. لا، نحن أستاذي في الجوار الإقليمي والخليج تحديدا، هل سيرحب بهذا الانقسام؟ هذه النقطة يا حبيبي. أي انقسام؟ انقسام الجنوب؟ لا، لا نرحب بهذا الانقسام. لماذا؟ لأنه مسألة انقسام في هذا الوقت الذي لا توجد فيه قيادات حقيقية للجنوب يمكن أن تسيطر على الموقف. اليوم مجلس التنسيق، مجلس التنسيق أصدر اليوم. ذكرتني بأنه عدن مهد للديمقراطية، فكون ديمقراطي وخليه يكمل فكرته. عفوا. أولا، لا زال الجنوب يفتقد إلى أي قيادات حقيقية، كلها قيادات سابقة تريد أن تستعيد مجد الماضي ومجد الدولة السابقة دون أي أسس حقيقية. وكما قلت لك سابقا، لم تكن بتلك الدولة أو النظام النموذجي الذي يمكن رأيه. يندم اشتراكي حزب شمولي الآن كلهم يهرولون نحو إعلان الانفصال لكسب العواطف لدى الناس، ولمجرد أن تحقق الهدف بهذا الشيء، لكن فيما بعد ليس لديهم أي رؤية حقيقية لبناء دولة مؤسسات حقيقية يمكن الاعتماد عليها. عذرا دكتور رياض، قيل لي أن الصوت صار أفضل من اليمن، نأمل ذلك. أعود مرة أخرى إلى مسألة انفصال الجنوب ومسؤولية الحوثيين عنه أو دورهم فيه. ينضم إلينا مرة أخرى من صنعاء محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لأنصار الله الحوثية. عذرا سيد محمد على المقاطعة نظرا لرداء الصوت، لك المجال الآن كي توضح ما كنت بصدده. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، لا ينبغي الربط بما يحصل هنا في المحافظات الشمالية لتغيير واقع في الجنوب. أولا، لأن الدعوة التي تم إطلاقها بتحقيق فك الارتباط بشكل واقعي هي وطرد المؤسسات الدولة وطرد كل الشماليين، هي دعوة غير واقعية، وقيادة الحراك الجنوبي يدركون عدم واقعيتها. الربط ربما غير مباشر سيد محمد بدخول الحوثيين وانصار الله إلى صنعاء، ساهموا في ارتخاء قبضة الدولة، في الإساءة لهيبة الدولة، وجعلوا أي طرف أي جهة ممكن تطالب بالاستقلال وانفصال. هذا هو المقصد. طبعا، ما حصل في صنعاء هو استكمال ثورة 2011 التي لم تحقق كامل أهدافها بالسلاح. يعني استكمال الثورة يتم بالسلاح بدخول بيوت الناس في صنعاء؟ أنا سأقول لك أخي الفاضل، فتحرك حول استكمال أهداف الثورة حيث وسعينا ولم نسعى إلى إسقاط العملية السياسية وإنما لتصحيح. لا، أسقطتم رئيس حكومة وفرضتم اتفاق الشراكة. عفوا، كيف تقول لي لم تسعى؟ نعم، ولكن نعم، هذا اتفاق الشراكة هو من أجل تصحيح مسار العملية السياسية، لأنه لم يتم استيعاب كل القوى السياسية في هذا البلد. فالعملية السياسية الآن التي تم الاتفاق عليها هي تستوعب الجميع بما في ذلك الحراك الجنوبي. نعم، طيب، على ذكر الحراك الجنوبي، هو ليس إسقاط، لحظة الفاضل، ما قلنا به هو ليس إسقاط الدولة بالكامل، وإنما تصحيح مسار العملية السياسية. وقد اقتضى ذلك أن يتم تغيير الحكومة بحكومة كفاءات، ولم ندعو لإسقاط رئيس الجمهورية. يعني ما موقفكم من انفصال الجنوب؟ لن تقبلوا، ستدعموا الدولة المركزية في صنعاء التي عاديتموها في وقت ما؟ نريد أن نعرف موقف الحوثيين من هذا. أنا أؤكد أن الأخوة في الجنوب هم أكثر وحدوية من إخوانهم في المحافظات الشمالية. رغم المسيرة الحاسمة والحشد الذي تراه على الصورة أمامك، كله يطالب بالانفصال. طيب أخي الفاضل، لحظة، دعني أكمل. ولكن سبب ردة فعلهم ضد الوحدة هو نتيجة للأخطاء التي ارتكبتها السلطة. والسلطة الحالية لا زالت تحكم بإرث المرحلة السابقة، أي بإرث النظام السابق. وبالتالي نحن نرى ضرورة معالجة تلك الأخطاء وإعطاء فرصة للجميع. ألم يقر الحوار الوطني موضوع الأقاليم الستة؟ عفوا، أليست خير إجابة على مشكلة التهميش هذا؟ ماذا تريدون أكثر؟ ماذا يريد اليمن أكثر من مخرجات الحوار الوطني التي يراها البعض هي خارطة الطريق الأمثل للسير إلى الأمام وليس العودة إلى الخلف بما فيها الانقسام ودولتان يمنيتان؟ أولا، يعني مشروع الأقاليم الذي تم اعتماده وليس من مخرجات الحوار الوطني، وإنما تم عبر لجنة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني. المهم تم التوافق عليه. لا، لم يتم التوافق، لأن أنصار الله كانوا يرفضون ذلك، وكذلك الحزب الاشتراكي، وكذلك الحراك الجنوبي.
لأن التقسيم الذي الذي ورد في ذلك المشروع هو استهدف الحراك الجنوبي، تقسيم الجنوب إلى إقليمين بما لا يتوافق مع رغبة الأخوة في الجنوب. طيب ماذا عن الالتزامات الدولية لليمن والمبادرة الخليجية؟ هي أيضا نفس الشيء لم تقر؟ المبادرة الخليجية هي كانت لعنة على الشعب اليمني لأنها التفت على الثورة الشعبية وإعادة إنتاج النظام الفساد، وهذا واضح، الجميع يؤكد، الجميع يشهد. هناك من يقول أنكم تنسقون، أنكم تنسقون مع بقايا النظام السابق ونظام الرئيس السابق الذي خذتم حروبا معه للتذكير، هل هذا صحيح؟ المشكلة أخي الفاضل أنك تطرح سؤال وقبل أن أعطيك على الإجابة تقاطعني، وهذا غير عندي نقاط سليل. كثيرة والوقت قصير. أنت تقبل الإجابة أو تفضل. حتى ولو كان قصير، اسأل سؤال واحد. تفضل. المبادرة الخليجية هي كانت لعنة على هذا الشعب اليمني. هذا قلته، امضي إلى سواه. لأنها حمت الفساد والمفسدين وحصنتهم، والثورة الشعبية التي قامت في 2011 هي ضد النظام الفاسد وضد المفسدين. طيب. وأيضا هذه العملية السياسية هي أكثر أنصار الله وأكثر الحراك الجنوبي وأكثر شباب الثورة. واضح. وبالتالي نحن نعتبر أنها لعنة وكان يجب علينا إسكاف. هذا قلته ورأيك سارة واضحا. هل لو سمحت لي أن أسأل سؤالا إضافيا، وددت أن أسأل عن إمكانية وجود أي تنسيق ما بين الحوثيين والجنوبيين. البعض يقول أن قيادات حوثية جاءت لهذا الجمع مسيرة الحسم ولم يسمح لها بالظهور في الواجهة حتى لا يقرأ أن هناك تنسيق بين الطرفين، ما رأيك؟ طبعا نحن نقف إلى جانب حقوق إخواننا في الجنوب ونحمل المسؤولية تلك الأطراف التي شنت حرب 94، ولكن نحن نطالب بأن نعطي فرصة للجميع، نعطي فرصة لمن يعتقد باستمرار الوحدة، ونعطي فرصة لمن يرى فك الارتباط بأن نسعى لبناء دولة تحمي حقوق جميع المواطنين وتعيد الاعتبار للأخوة في الجنوب. لا تحب المقاطعات، لكن مضطر لأن أقاطعك لأن الرؤية غير واضحة في الحلقة. هل وضحت أكثر، توافقون على الانفصال أم على أن ينال الجنوبيون حقوقهم في إطار الدولة اليمنية؟ لم نفهم منك. طبعا بالنسبة لأنصار الله نحن ننطلق من 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 منطلق ديني. فنحن نسعى، مشروعنا هو لاستنهاض الأمة الإسلامية، وبالتالي نحن نرى هذا السياسة هنا وليس دينا، ونسعى للوحدة الإسلامية، وبالتالي لا يعقل أن نسعى لتقسيم اليمن. ولكن ما يحصل من مطالب الجنوب لفك الارتباط هي نتيجة لتراكمات لتراكمات كثيرة من الأخطاء، ولا بد من معالجه، هذا ما نرى. واضح. وعندما يتم معالجتها سيتغير المزاج، سيتغير المزاج الشعبي في الجنوب. واضح. شكرا لك من صنعاء. نشكر السيد محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لأنصار الله الحوثي، شارك معنا ليعبر عن وجهة النظر الحوثية، وهذا ضروري. أعود إليك أستاذ عبد الله في شفل، إذا ما دخلنا في حديث التداعيات الوخيمة يراها البعض والإيجابية يراها البعض لهذه المهلة التي ستنتهي قريبا، ماذا بعد؟ ماذا يمكن أن يحدث إذا قرأنا التداعيات أو استبقنا قراءتها؟ لا، بالنسبة للتحديد الزمني أعتقد أنه لا يجب أن يؤخذ مأخذ الجد بأنه تحديد زمني صارم، ولكن هو نوع من العمل السياسي الذي يستهدف تكثيف الضغوط للوصول إلى هدف يريد الوصول إليه. ولكن المسألة تفك الارتباط أو البقاء في الوحدة مسألة معقدة وتحتاج إلى معرفة رأي الشعب في البداية، لأنه لا يستطيع الذي يريد أن ينفصل بدون إرادة الشعب. إرادة الشعب كيف يعني؟ استفتاء الوحدة بدون إرادة شعب الجنوب، يعني تنظر للاستفتاء، تدعو للاستفتاء أم كيف؟ استفتاء شعب الجنوب، هل الوضع الأمني في الجنوب أصلا يسمح بذلك؟ إن أراد دولة اتحادية جلسنا للحوار لنبني دولة اتحادية، وإن أراد استعادة دولته احترمنا خياره، هذا هو رأيي. طب التداعيات تراها في المدى البعيد والقريب أو المنظور لنقول إيجابية أم سلبية على المنطقة وعلى اليمن؟ أعتقد بأنها ستكون أقل ضررا من أن تفرض الوحدة على غير إرادة الناس.
في الجنوب. يعني انفصال باختيار أفضل من بقاء مرفوض. نعم سيدي، لأن الوحدة هي عمل إيجابي وأفضل، لكن عندما تفرض على غير إرادة الناس تبقى وبال على نعم. الشعب. إذا دكتور رياض أحب أن أخذ رأيك أيضا، فراق بإحسان كما يقولون أفضل ربما من غصب. نراوح، سأعود إليك أستاذ علي، تفضل دكتور رياض. لماذا، ما فائدة أن تفرض الوحدة والناس؟ هو حاليا ليس هناك أي فرض في الوحدة. اسمع سيد علي جنبك. الوضع الآن الوضع كما يعني الجميع مدرك، ليس هناك أي فرض وميليشيا استطاعت أن تسيطر على مدن محددة في داخل، ليس هناك فرض من قبل أي جهة. الآن اليمن في مرحلة خطيرة، يجب أن تكون فيها هناك الشعور بالندية لدى جميع الأطراف، نعم. سواء كانوا الجنوبيين أو الشماليين أو المكونات السياسية المختلفة، نعم. هذا هو المهم في إطار بناء اليمن الاتحادي الذي تنتهي فيه مسألة المظالم أو مسألة فيه أن هناك مواطنين من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. هذه هي الحقيقة التي يجب أن تقبل. مسألة أن تكون هناك البقاء من أجل البقاء، لا. حتى بين زوجين يقول لك الطلاق حل أحيانا للطرفين، يعني انفصال يمني يمني حتى أبناء اليمن في المستقبل يعيشوا في توازن نفسي أفضل إن قارنا. ولذلك عندما أقر نظام الفيدرالي أو نظام الدولة الاتحادية من 6 أقاليم، هو في الأخير بعد أن تكون هناك نوع من الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي، نعم. يمكن للإقليمين في الجنوب أن يحضر فيهم الاستفتاء، نعم. حينها يمكن أن العرب التي من 6 أو القطار اللي من 6 عربات يأخذ عربتين لوحده، نعم. ينفصل كما يحصل هنا في السكة الحديد، نعم. لكن في الوضع الحالي من الصعب أن تقر بأن الجنوبيين يريدون الانفصال أو الجنوبيين يريدون البقاء في ظل طرف واحدة. الآن يجب على الجميع اليمنيين أن يلتئموا حول الحوار الوطني، نعم. وحول المخرجات وحول التنفيذ، نعم. أستاذ علي، أنت من دعاة الطلاق البين بل بالثلاث على ما يبدو، تعرف ماذا عن حديث التداعيات؟ لماذا؟ تعرف لماذا؟ ماذا سيحدث؟ لماذا؟ ولا يحدث أي شيء، ما فيش خطر يعني؟ ولا في أي خطر، سنعيش مع أخوتنا في اليمن الشقيق. ده بكل حروب أمام. قامت في السابق، شوف يا أستاذي، الحروب اللي كانت هي أسبابها واضحة، أسبابها كانت عصابات، وانتفت هذه الأسباب الآن، أسبابها عصابات، أجهزة بوليسية موجودة داخل صنعاء، وكان نظام شمولي موجود داخل الجنوب. ما الضامن لأن لا يعود هذا التطاحن الشعب اليوم؟ والإرادة الشعبية القوية اليوم، هذا كلام عام. لا الملايين اليوم، وللمعلومية حتى الحراك الجنوبي ليسوا على قلب رجل واحد. من قال يا سيدي؟ الآن قبل ما أدخل الاستوديو وصلتنا رسالة من الحراك الجنوبي أن كل المكونات قد اتفقت على قيام مجلس تنسيق أعلى لكافة مكونات الحراك الجنوبي. بيان الأول يعني؟ ولا نحن لسنا بيان أول عشان نحرر صنعاء. نحن نريد أن نحرر عدن عاصمتنا نحن، لن نذهب لأحد. ونحن أيضا نقول للجيران العرب في الإقليم وفي صنعاء تحديدا، نعم. من يأتي إلى السلطة حتى بكرة وبعد بكرة، نقول لهم أن أمامكم من باب عدن. طيب ماذا عن التحديات الأمنية التي أمامكم؟ القاعدة قادرون على محاربتها، نعم. لوحدكم؟ نعم، لما كانت دولة الجنوب ما في حتى ولا فار يستطيع أن يتجاوز الحدود، ولا فار. وعبد الله سلام الحكيم يدرك هذا الكلام، وهو أيضا من الأخوة اللي كانوا يعني دولة قادرة جدا، كانت قادرين دولة نحن ببحرية بسيطة جدا، كنا كل من البحر العربي وخليج عدن نحن قادرين أن نعمل على أمن متوازن، شريطة يتآمر عنكم الشماليون؟ بغض النظر من يتآمر علينا بكرة أو بعد بكرة، نحن سنستطيع أن نرد في الوقت المناسب ولكل حالة حالية. لكن الآن القوى الدولية وجيرانكم ستساعدكم؟ عليهم أن يدركوا. ماذا لو لم يعترفوا أصلا بكم؟ من؟ القوى الدولية والجوار. من قال لك الآن مع الأرض؟ هل تريدون القوى الدولية يريدون الآن أن نحمل السلاح ونأخذ كل شيء بالقوة ونفرض أمر واقع؟ يعني هذا وارد، حمل السلاح للانفصال بحمل السلاح؟ هل لكن نحن نتبع الطريق السلمي وسنستمر، عشان لأنه قلت لك أن نحن الديمقراطيين ونحن سلميين من البلاد، نحن مدنيين. إذا لم يؤتي الطريق السلمي أكله، قادرون أو ممكن حمل السلاح للانفصال؟ هناك خيارات مختلفة، هناك وسائل مختلفة لم تستخدم بعد لدى الحراك الجنوبي، ونؤكد لك أن كل جنوبي الآن أصبح مقتنع عبر 14 مليونية من أنه لا يمكن أبدا حل قضية الجنوب
إلا من بوابة عدن وليس من باب اليمن أو أي بوابة أخرى. طيب بوابة عدن حتى تعيش وتصبح دولة قادرة وقوية وتخدم مواطنيها لديها كل المقومات؟ طبعا نحن لدينا كل شيء يا أخي. من ميناء عدن نستطيع فقط الجزيرة العربية كلها أن نغذيها غصبا عن صنعاء، وإن لم تقبل صنعاء لن تنجح عدن في إقامة دولتها. يا أخي نحن ما نستجدي حقوقنا، نأخذ حقوقنا. نحن التاريخ يعلمنا ذلك. التاريخ قال أنه كل قال التاريخ قال أنه كل من يذهب إلى عدن ويطلع إلى جبل معاشيق ينزل مهرول إلى قاع التاريخ، إلى قاع المحيط. يعني ذلك. عمر ما في واحد دخل عدن واحتلها بقى أكثر من ربع قرن إلا مرة واحدة، هو 129 سنة، ولكن 129 سنة اللي كانت بالنسبة لنا نحن الآن أفضل من أي حقبة من هذه الحقب الآن. الاستعمار البريطاني تقصد؟ يا أخي ما كانوا يقولوا عن الاستعمار البغيض هو أفضل منهم ألف مرة. هذا الكلام قد يجلب لك انتقادات كبيرة في الحقيقة أستاذ علي. لأنه قتلوا 75 يعني يمنيين أبناء بلدكم البريطانيين أو الاستعمار البريطاني أرحم منهم يعني؟ 75 اللي قتلوا في خلال 129 سنة، الآن يقتلوا آلاف كل يوم يا عزيزي. الأمر واصل معك لحالة عاطفية ورغبة حقيقية في الانفصال، واضح أستاذ علي. أخي عزيزي نحن نريد وطننا بس. واضح. خلي ناخذ رأي وطن. غير هذا اي يتكلموا يعني اليمن هذا حيروحوا يذهبوا الى الخياط، والدكتور والاستاذ العزيز عبد الله اي واحد يذهبوا الى صنعاء هناك يعملوا ما شاءوا يضربوا. نحن لسنا في ايران. واضح. نحن لسنا في ايران. نعم. استاذ عبد الله ايضا مره اخرى، مقومات الدوله موجوده وانت ماخذ مسافه من حوارنا هذا في شيفيلد وترى بشكل موضوعي اكثر ربما، مقومات الدوله بامانه موجوده في اليمن الجنوبي في عدن، هو يعرف الديمقراطيه الشعبيه في الماضي لم تحقق الكثير في الحقيقه. مقومات الدوله في الواقع موجوده من سابقه قيامها من قبل، يعني النفط وميناء عدن، يعني دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية قامت ومشت. ما فيش مشكلة، ولكن نحن المخاطر الأمنية والتبعات ما دام شعب الجنوب سيتخذ قرار باستعادة ماذا عن إمكانية عودة الحروب أيضا؟ إمكانية عودة الحروب مع الشمال؟ لا يعني طبعا هذه توجد بين دولتين متجاورتين حتى ولو كان ما هيش ذات أصل واحد، ولكن ما دام شعب الجنوب سيتخذ قراره فعليه أن يتحمل تبعات قراره. نعم. دعني أختم مع دكتور رياض قراءتك للاستشارة فيها. أنت في المدى القريب وارد حمل السلاح، وارد حل الأمر سلميا، وارد الانفصال أم لا؟ كل شيء وارد ما دام هناك دفع من قبل بعض القوى باتجاه تثبيت مبدأ أن الانفصال هو الحل، وما دام هناك دفع من بعض القوى الغامضة التي تريد أن تدفع الجنوبيين إلى اختيار خيار الانفصال في ظروف صعبة مثل هذه. هذه الأمور كلها واردة في الوقت الحاضر، لأنه يبدو أن الجميع لم يستفد من ما حصل. في ممكن أن يتفكك اليمن أكثر، نعم أم لا؟ نعم يمكن أن يتفكك اليمن. شكرا. أكثر. شكرا لك. في نهاية الحلقة نشكر كل ضيوفنا. في حالة دولة الجنوب لم تقم سيكون اليمن ألف مضطر. مقسم. نعم شكرا لك. نشكر ضيوفنا في نهاية الحلقة، كل ضيوفنا مع حفظ الألقاب والأسماء. شكرا لتابعتكم لهذا النقاش اليمني الحار، وإلى اللقاء. खाल है।